مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. أبو بكر، بعد التحية، ما هو تأثير هذا الخبر على جدول أعمال العائلة المالكة والمناسبات العامة المخطط لها؟ صحيح، التأثير مرتبط بجدول أعمال الأميرة كيت وحدها وليس بجدول أعمال أي شخص آخر في العائلة المالكة. الأميرة بالفعل هي غائبة عن ممارسة نشاطها المرتبط بمنصبها كأميرة ويلز وزوجة ولي العهد منذ الكريسماس، منذ ديسمبر الماضي، بعد أن يعني كثر الحديث عن حالتها الصحية وإجراءها عملية جراحية، ثم ظهرت إشاعات منذ أيام فقط تقول بأنها يعني كانت ما بين أن بعض الإشاعات قالت أنها توفت وبعض الإشاعات قالت أنها مصابة بسرطان، وكان هناك بعض من ذهب إلى حتى فكرة أنها صحيح في طريقها للانفصال عن زوجها. ثم تظهر اليوم يعني الجواب الخطأ إذا شئت بإعلان إصابتها بالسرطان في سياق مشابه إلى حد كبير بالسياق الذي أعلن من خلاله عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان. كلاهما يعني خضع لعملية علاج ما. الملك نعم. أيضا قبل شهرين كانت لديه حالة مرضية، عولج من تضخم في البروستات، وفي إطار التحاليل الخاصة بهذا المرض تم الاكتشاف السرطان. نفس الشيء حصل مع الأميرة كيت في عملية جراحية في البطن، تحاليل لاحقة أثبتت إصابتها بالسرطان، وطبعا لم يتم الإعلان عن نوع السرطان، وقال القصر أن لي الأميرة الحق الخصوصية كبقية المرضى في المملكة المتحدة. إذن يعني جدول أعمالها كما كان معطلا منذ ديسمبر بسبب مرضها وإجراء العملية الجراحية سوف يظل معطلا، وطبعا ينوب عنها في ذلك بحسب التسلسل الهرمي المعمول به في داخل الأسرة المالكة، لكن لا يتوقع أن يكون هناك أثار يعني ملموسة كبيرة لغياب الأميرة، وإن كانت الأثار أكثر معنوية، خاصة أنها كما قلنا الشخص الثاني في العائلة المالكة بعد الملك الذي يعلن عن إصابته بالسرطان. ويعني في إطار مكاشفة وهو نوع جديد من العلاقة بين العائلة المالكة والجمهور، مكاشفة أكثر بتفاصيل أدق وخاصة إلى حد كبير، خاصة حتى بالوضع الصحي من أفراد الأسرة المالكة أمام الجمهور، يعني تفاصيل كبيرة حتى تصل إلى حد السرطان ويعني أمور بهذا المستوى. نحن حتى الآن في هذه المرحلة، هذا هو القدر المتاح من المعلومات، ويعني في انتظار مزيد من المتابعة طبعا خلال الساعات القادمة. نعم، كنت معنا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير، شكرا جزيلا.